كثير ابو خالد عن المعهد، لكن زملائي كانوا متواجدين في معهد في الرياض وتابعوا الحصه التدريبيه وحتى اجروا بعض اللقاءات. نتابع التجربه على ارض الواقع تحت مسمى قول وفعل، وهالفقره اللي كنا معكم بدايه هذا البرنامج متابع. شباب آمنوا أن النجاح خطوات، فساروا بخطى ثابتة نحوه. طاقات عبرت مفازات الحياة فأدركت أن التميز أن يبقى نظرك للأمام وتبدأ. ها هم يستعدون لدخول سوق العمل بعزيمة يملأها الأمل. يوما كانوا هنا، تدربوا هنا، صنعوا أحلامهم هنا، هنا في معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي. بالعكس صارت الشغلة كويسة بالمجال الفندقي ومجال السياحة. طبيعي ما دخلت العمل هذا اللي أنا أفخر فيه، وإن شاء الله أن أقدر أصل اللي أنا أبغاه إن شاء الله. أنا أطمح أني أوصل للمكان العالي، وأيضا أنا أفتخر أني أشتغل في مجال السياحة والفندقة. ولمعهد الحكير قول آخر، قراءة أخرى، اكتشاف لطاقات لم يعرفها شبابنا قبل عقد من الزمن، مهن كان من يعمل بها لا يخبر عنها أحدا واليوم يفخر بها. إنها العزيمة وحدها التي كانت فرس رهان لمعهد فتح أبوابه لكل من أراد أن يقتحم مجالا ظل أعواما يشكو عزوف أبناء الوطن. مجال لسه توا في بدايته، ولي نظرة إن شاء الله في المستقبل راح يكون مجال قوي، لأنه بصراحة في ناس مثلا تقول انه المجال بالنسبه بالضبط للشباب السعوديين انه ما يفلحوا زي كذا، باذن الله بنحسن الصوره هذه. معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي، قوله ايمان بالقدرات وفعله سوق للعمل يزخر بالابداعات.